اللي عندهم مو في العرس ما عمرو يبات بالعشاء، لان هذه الحرب اللي كاينه الان ما بين المهن الحره وما بين الحكومه على هذا الشيء ديال الضرائب، راه غدو لعبه غدا غادي نريحوا الارض وغادي تلقى الارضيه ديال التوافق ما بين المحامين والحكومه من جهه، ما بين المهندسين المعماريين والحكومه، ما بين الموثقين وما بين الحكومه، ما بين الاطباء وما بين الحكومه، ما بين الخبراء والفيترينير والحكومه. علاش؟ لان الكيه ديال الشعب المغربي اللي ما عندوش شكون يدافع عليه وشكون اللي يحميه من هذا التسلط ومن هذا الجبروت ديال القانون المغربي، القانون المالي. علاش؟ حيت القانون المالي في المغرب على امتداد السنوات وعلى تعاقب الحكومات، كيف غيكون اللون السياسي ديالها؟ ما عمره كان القانون المالي ديال الشعب المغربي. دائما في القوانين الماليه اللي كتجي كل واحد كيدي صوت ويمشي على كبالته، والدليل هو هذا الغليان اللي كنعيشوه دابا الان. والحكومات في المغرب عوض ما تمشي لاصل المشكل دائما في كل سنه تخلق لنا جبهات منتفيه حتى ينشغل الراي العام عن الجوهر، وهي ينشغل كما قلت بالتوافيه وبالثانوي. علاش؟ حيت هاد المهن الحره كلهم اطباء ومهندسين واطباء ومحامون وموثقين الى اخره، حتى على افتراض انهم لم يخرجوا للاحتجاج، حتى على افتراض انهم قابلوا بمضامين مشروع القانون المالي، شحال الدوله غادي تجبد من عندهم ديال الموارد الضريبيه اضافيه؟ عاده في السنوات الماضيه الحكومه تستخلص من هذه المهن الحره المنظمه ما بين 150 170 مليون ديال الدرهم في العام تقريبا، على حسب لي شيفر دافير وعلى حسب الارباح اللي كتحقق اصلا يعني في هذه المهن الحره. اما في المقتضيات الضريبيه الجديده ابين المشروع القانون المالي غادي يجيب واحد المبلغ ديال 60 ولا 70 مليون ديال الدرهم. واش هذه الحرب كلها نايضه في البلاد على قبل 60 ولا 70 مليون ديال الدرهم؟ يعني من العار على اي مسؤول كاين كان مستواه في الحكومه ولا في البرلمان ولا في شي حزب ويجي يقول لك بان عطلت المصالح ديال الناس في المحاكم وعطلت الادارات المغربيه وعطلت مصالح 30 مليون مغربي على قبل 60 ولا 70 مليون ديال الدرهم. وهنا فين قلنا بان الدوله دائما كتخلق شي جلوف ديال البنان باش كيزلق فيها الشعب المغربي وكيمشي للقشور عوض الناس ما يمشيو للجوهر. والجوهر هو انه الدوله ما باغاش تمشي دير يدها في المسقي، ما باغاش تمشي دير يدها في البلايص اللي فيها فعلا الفلوس ديال الشعب المغربي اللي خاصها تدخل للخزينه العامه. حنا كلنا كنعرفوا بان البلاد تعيش واحد الضائقه ماليه الان، حنا كنا كنعرفوا الان بان التحملات العموميه يعني من الضخامه بمكان تحتاج الى تمويلات، ولكن للاسف الشديد حتى واحد ما عنده الكبده على هذه البلاد باش يقول ودي غادي نبدا من راسي ونجبد، نبداو بالحكومه وبالبرلمان وبالمنتخبين، هذاك الريع اللي كياخذوا بعدا هما اصلا. وحنا كنعرفوا دائما وكنقولوها وغنبقوا نقولوها ان يرث الله الارض ومن عليها، الاغلبيه الصحيقه ديال الوزراء والبرلمانيين والمنتخبين لا باس عليهم، ما محتاجينش لهذا الريع على التعويضات اللي كياخذوا. في العام الخزينه العامه كتصرف لهم 460 مليون ديال الدرهم. واش حتى واحد ما قال اللهم هذا منكر؟ البلاد تعيش ضائقه، البلاد تعيش ازمه، والبلاد لا تجد ما تمول به النفقات العموميه، ومع ذلك يمصون من البزوله ديال الريع. الاولى، الثانيه، التقرير الاخير فاضح ديال الوكاله القضائيه للمملكه اللي قال في تقرير رسمي صادم بان دوك الدعاوي ديال المحاكم اللي كتخسرهم الدوله فابور الوزارات في الجماعات في المؤسسات العموميه 5 مليار في العام ديال الدرهم اللي كتمشي في الخور خاوي، 500 مليار ديال السنتيم اللي كتمشي هباء منثورا. النقطه الثالثه، التسيير ديال الاداره المغربيه. حنا كنعرفوا لو تران دو في الاداره المغربيه معروف على المستوى العالمي بانها يعني باذخه في التصرفات وباذخه في التبذير. الخبراء يعني يقيمون يعني هذا الحجم ديال التبذير وهذا الحجم ديال الاسراف في الاداره المغربيه في حدود الخموس، ونعرفنا بان النفقات ديال الاداره المغربيه في العام تقريبا كدور في حدود 226 مليار ديال الدرهم، اذا الحجم ديال التبذير اللي قلنا خموس راه هي 45 مليار ديال الدرهم. اما الى مشينا للتملص ومشينا للتهرب الضريبي اللي الحد الادنى ديالو حسب التقديرات ديال الخبراء تحددوا في 20 مليار ديال الدرهم، اذا هنا راه كنجمعوا واحد المبلغ باهظ يشكل 70 مليار ديال الدرهم، اي لو ان سيزيام ديال الناتج الداخلي الخام. واش انسان الا كان عنده 0.1% من العقل و 0.1% من الحكمه، واش غادي نمشي لديك 60 ولا 70 مليون ديال الدرهم اللي غادي ندنج بها من عند المحامين والاطباء والموثقين والفيترينير والمهندسين وما شكل ذلك، ام غادي نمشي لديك 70 مليار ديال الدرهم؟ الانسان الا كان حليم وعاقل غادي يقول الله غادي نمشي 70 مليار ديال الدرهم، اما ديك 60 ولا 70 مليون ديال الدرهم راه ما غاديش نخلق منها جبهه تافهه. علاش؟ حيت ديك 60 ولا 70 مليون درهم لا تمثل الا 0.0% 8% عفوا من الحجم ديال 70 مليار ديال الدرهم. والطامه الكبرى هو ان هذه الحرب وهذه الهيله اللي نايضه على 60 70 مليون درهم على هذه المهن الحره، راه داك الشيء اللي كنخرجوا حنا ديال تعطيل الاحتجاجات بسبب تسخير القوى العموميه من المخازنيه من البوليس من الجدرميه من اعوان السلطه، راه وصلنا تقريبا الان شي 100 مليون ديال الدرهم، يعني اكثر من داك الشيء اللي كنت غدخل الدوله. اللهم ان هذا منكر.